عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ مين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يسيبوا كل جديد وتفعيل الجرس. النهاردة هنعمل تحدي بيني انا وعلي شيبسي مع تفاح وجوافة وعصير برتقال، وعلي برضو مع العقاب. يا جماعة شوفوا في اخر الحلقة لانه عقاب يعني بس صعب جدا، يعني مين ما تخيلوا يعني هيبقى مفاجأة ان شاء الله. تبقى مفاجأة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نبدأ، بسم الله ونبدأ. يلا يلا يا فرح، براحتك كل اللي انت عايزاه براحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا لمتش خلصت كل حاجة الأول صح يا ماما؟ لا براحتك يا علي، التحدي ده مفتوح، خلص بسرعه. اهم حاجه اللي يخلص الاكل بتاعه. هم اللي اختاروا التحدي يا جماعه، هم اللي قالوا عايزين شيبسي وهم اللي قالوا عايزين عصير، يعني التحديات ديت هم اللي اختاروها، انا بختارهمش تحديات اساسا. هم اللي بيقعدوا يزنوا يقولوا هم عايزين نعمل تحدي، عايزين نعمل تحدي. يلا ربنا يهديهم وياكلوا. هو معاهم جوافه اهو وتفاح وعصير برتقال ومعاهم كيس شيبسي كل واحد فيهم، فهنشوف بقى مين فيهم هيكسب ويخلص بسرعه. مش مهم يعني مين اللي يخلص في العصير، اهم حاجه اللي يخلص الفاكهه والشيبسي. طب الحمد لله العصير الحمد لله انتهى اهو من الشرب. هنبدا بقى نخش على الفاكهه. كلي بايدك اليمين جدعه. يلا يا علي، ها عكوشه، عكوشه اللي هو علي يا جماعه، فركوشه اللي هي فرح، اسم القناه على اسمهم عكوشه وفركوشه. عكوشه اللي هو علي، فركوشه اللي هو فرح. يلا مين اللي هيشجع عكوشه ومين هيشجع فركوشه؟ يلا اكتبوا لهم في التعليقات تحت، ما تنسوهمش في التعليقات مين فيهم اللي كسبان او بتشجعوا مين، تشجعوا عكوشه ولا فركوشه؟ علي هيكسبك يا فرح، علي هيكسبك يا فركوشه. خلصي يلا يا علي، جدع ها جدع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إيه يا علي بتعمل إيه يا علي؟ في إيه؟ أنت هتطلع فوق السطح ولا إيه؟ إهدى كده، إهدى إهدى. علي يا جماعه بص متحمس جدا، عايز يكسب باي طريقه، لان التحدي العقاب بصراحه هيبقى مفاجاه، تحدي خطير يعني بصراحه يعني. وعلي طبعا مش حابه عشان كده ايه مش عايز يتعاقب بالعقاب بتاعه. بالراحه يا علي بالراحه. وانت يا فرح ها علي هيعمل لك العقاب، هيبقى صعب قوي. تحب تقول للمتابعين ايه يا علي ولا انت مشغول دلوقتي؟ علي مشغول يا جماعه، علي مشغول. علي تعب يا جماعه، علي تعب. ايه يا علي تحب تقول للمتابعين ايه؟ بسم الله. تحب تقول للمتابعين ايه يا فرح؟ اديني بقى ماما. هما يا جماعه مش عايزين يخسروا، هما مش عايزين يخسروا، هما بيحاولوا بقدر الامكان يخلصوا، مش عايزين يتكلموا في الفيديو. على العموم ماشي ماشي يا فركوشه انتوا وعكوشه، ما نشوف اخرتها معاكوا ايه، ما نشوف اخرتها معاكوا ايه. اظن يا جماعه كل اطفالنا واولادنا وحبايب قلبنا بيغلبونا كتير في الاكل. انا وغديتهم وبصراحه قلت لهم هعمل لكم بقى تحدي، لو اللي هياكل انا هخليكم اجيب لكم حاجات حلوه من الدكان واعمل لكم تحدي جميل. فهم عشان كده تشجعوا والحمد لله اتغدوا وعشان كده عملت لهم التحدي. فيا ربنا يهديهم يا رب دايما كده وياكلوا اي اكل انا هديه لهم، عشان احنا مشكلتنا كلها في اطفالنا ان هم ما بياكلوش اساسا، اكلتهم ضعيفه. فربنا يهديهم يا رب، وربنا يستر اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. ايه علي انت وقفت ليه؟ اقعد اقعد عشان الاكل يثبت كده في بطنك، اقعد اقعد ما تقلقش هتكسب ان شاء الله. يلا يا علي هنشوف مين هيكسب.
يلا يا علي، ها يا ترى مين كسبان؟ يا ترى مين؟ هنقول فركوشة ولا عكوشة؟ هما بيحبوا النوعية من الشيبسي ده، الشيبسي ده هما بيحبوه، اسمه سبيشال، اكيد كلكم عارفينه، هما بيحبوه. العقاب ان شاء الله هيكون مفاجأة يا جماعة، هيكون مفاجأة مفاجأة مفاجأة، وربنا يستر وعلي ما يكسبش، لان لو علي كسب هيبهدل الدنيا في العقاب، ربنا يستر. انا نفسي فرح اللي تكسب، انا عايزه فرح هي اللي تكسب. هو علي بعد ليه الشيبسي كده يا فرح؟ عادي، ايه الفرق؟ ما كل واحد يا علي، وبعدين بص التحدي مكسب وخساره. تحدي مكسب وخسارة. مبسوط يا علي في التحدي؟ بقولك يا علي. ليه يا علي كده يا علي ليه؟ بس قلت لي يا جماعة مكسب. لا يا علي. يلا يا علي اكسب، يلا انا عايزاك تكسب يا علي. فرح هتكسبك، شكلها انت هتبقى خسران. العقاب هيبقى عليك العقاب جامد، العقاب جديد يا جماعه، العقاب جديد ان شاء الله هتشوفوه. يلا، هما النوبه اللي فاتت اتخانقوا في اخر التحدي وما كملوش التحدي بصراحه، يعني اتخانقوا ما كملوش التحدي. ما ينفعش كده يا علي، ما ينفعش كده يا علي، ما ينفعش كده، لا لا ما ينفعش كده، خلصي يا فرح. خلصي يا فرح. لا يا علي، لا يا علي، لا يا علي، مش هينفع كده يا جماعه. شفتوا يا جماعه علي بيعمل ايه؟ ينفع كده؟ لا 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 يا علي، اعمل التحدي بضمير شويه عن كده وبنزاهه شويه. لا يا علي، لا لا، فرح اللي كسبان. احنا قلنا ايه؟ شايفين يا جماعه وسطو؟ وش علي يا جماعه؟ شايفين ينفع كده؟ علي احنا قلنا التحدي ايه؟ مكسب وخساره. لا لا، واحنا متفقين كده من الاول، هنعمل زي التحدي اللي فات؟ هنعمل زي التحدي اللي فات ونزعل؟ يا جماعه ينفع اللي علي بيعمله ده؟ ينفع؟ ينفع اللي هو بيعمله ده؟ ينفع كده؟ كسبان. بصي يا علي، انت ما عندكش هتعمل تحدي بقى مع فرح ما دام انت بتطرب. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده يا علي. ينفع الناس دلوقتي بتتفرج عليك وبتضحك، ينفع كده؟ وهو يا جماعه علي خسران وبيعيط وزعلان، علي زعلان وبيعيط ان هو خسر. طب دي ينفع يا جماعه؟ ينفع يا جماعه؟ المفروض التحدي ده مكسب وخساره، علي عايز دايما يكسب، ينفع كده؟ ما ينفعش. يلا يا فرح، العقاب يا جماعه ايه بقى؟ ان فرح هتحط له روج. انا مش عارفه انت جايبه ليه اللي... انا عايز احط له كده، هتحط له ايه؟ وروج بس وخلاص، وانت مغميه عينك عشان تشلفطيه. عشان تشلفطيه. شفتوا بيتخانقوا ازاي؟ لو سمحتي مغمي عينك يا فرح، خلصي يلا. يلا يا علي، علي مش هعمل، لازم في عقاب عشان الكاميرا. لا تعمل نفسها. ورجعنا يا حبايبي اهو، تعالي عمالين نكلمه وعمال يعيط برضو عشان هو خسران. طب هو ده ينفع يا جماعه؟ ينفع؟ طب احنا ذنبنا، انت خسرت يا علي، احنا ذنبنا ايه؟ يلا يا ستي خلصي عقبيه، يلا عشان نخلص التحدي. يلا
اتعدل يا علي. يلا حط له يا حبيبه قلبي روج، انت ماسكه له دي ليه؟ مش ملهاش لازمه. هو انت هتحط له حاجه تانية غير الروج؟ هو مش عايز. يلا يا علي عشان دي العقاب، دي العقاب. يعني ينفع كده عايز تتخانق في اخر الفيديو قدام الناس والناس كلها تشوفك انت صغير؟ ينفع يعني؟ يلا يا فرح. يلا يا علي. ما هو ده العقاب. عشان مش بنوتة؟ جدع يا علي عشان الحتة دي يا حبيبي انا كده استجدعتك ومش هخليها تعاقبك العقاب ده. خلاص يا فرح. مش هيعاقبك العقاب ده، ممكن علي يعاقبك. اه يلا. ايه يعني علي كسبان او خسران ممكن يعاقب فرح. يلا يا علي اتغمى بنحط لها روج. يلا. طب يا جماعة. يا جماعة. يا جماعة. علي خسران يا جماعة ومش عايز يقبل العقاب. ومش عايز يقبل اصلا فكره ان هو خسران، اديكم شايفينه عمال يعيط ازاي. فيعني انا مش عارفه اقول له ايه بصراحه، يعني هو ما عادش ينفع يعمل معاها تحدي بقى بالطريقه دي ما دام هو كده، لانه قبل كده برضه عمل معاها تحدي وزعل وعيط عشان هو خسر. وقعدت اكلمه واقول له ما ينفعش كده، دي تحدي وعادي ممكن تكسب ممكن تخسر مفيش مشكله. فيعني ايه، نشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد وتحدي جديد يا جماعه. ويا ريت تكتبوا ليهم في التعليقات اللي انتوا يعني زعلانين منهم، بالذات فرح وعلي وبس. ويلا ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه اللي مش مشترك عندنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وتحدي جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.